أعزائي المشاهدين في كل أنحاء العالم، تحية أردنية شركسية أنقلها لكم جميعا. يسعدني اليوم ولأول مرة على الفضائية الشركسية برنامجنا الجديد فيستوك الذي سيقدم ويعرض أسبوعيا. لا تنسوا اسم البرنامج فيستوك، برامج متعددة، فقرات عديدة في برنامج واحد، فقرات ثابتة ولكن أشخاص متغيرين. عندنا الفقرة الأولى بتحكي اسمها ستيتس. ستيتس بتحكي عن الفيسبوك، شو مشاكلنا على الفيسبوك، شو أجمل تعليق على الفيسبوك، شو أكبر جروب، شو أصغر جروب، شو أجمل تعليق. والفقرة الثانية بتحكي شوفوا الناس، رح نصور الناس بالميدان بعمان، برا عمان، بالمحافظات، برا الأردن ممكن، رح نشوف همومهم، رح نشوف الأشياء اللي عاجبتهم، الأشياء اللي مو عاجبتهم، ونحاول ننقلها عن طريق الفضائية الشركسية وعن طريق برنامج فيستوك لصانعي القرار وللناس جميعا. عندنا بعديها لقاء مع شخصية بدنا نحكي عن علم له مشهود له بمنجزات كثير كبيرة ونتعرف عليه عن قرب. والفقرة اللي بعدها هي مهنتي، رح نحكي عن مهن كثيرة، مهن من أطباء لدكاترة لطيارين لأصحاب مكاتب لأصحاب مولات لعمال بالشارع، عمال بيشتغلوا مهن إحنا فكرناها إنها انقرضت ولكن هي موجودة وإلها قيمتها في مجتمعنا. عندنا كمان فقرة بتحكي النساء فقط، النساء فقط بتحكي عن كل شيء بتعلق بالست، موضتها، ميك أبها، قصة شعراتها، فستانها، آخر شيء عن الموضة. وآخر فقرة رح ننهي فيها أسبوعياً حزيرة، إحنا وين؟ رح نصور بالميدان مكان معين وعليكم إنكم تحذروا إحنا وين، وكل ما بعتوا مسجات أكتر رح تربحوا معنا أسبوعياً هدايا قيمة. وخليكم معنا فيستوك. كل عام وانتم بخير برمضان هالشهر الفضيل، حابين نمسي عليكم ونبلش باول فقراتنا. ان شاء الله تكونوا بعد الفطور هيك هضمتوا شويه، راح تطلع لكم فقره هيك جديده حلوه اسمها ستيتس. طب ليش ستيتس يعني؟ ليش مش شيء ثاني؟ هالفقره راح تحكي عن شغلات كثير غريبه ومتعدده. اليوم معنا فقره من فقراتنا، معنا شباب اثنين حلوين تعرف عليكم. طبعا معنا عبد الله ترك ومعنا نار تشوغا. عبد الله ترك ونار تشوغا شيء اسمه ديباج سوليوشنز. ديباج سوليوشنز شركه متخصصه بايش؟ شو بتحكي؟ احكوا لنا شوي عنها. عبد الله، ديباج سوليوشنز نحن شركه نحن اسسناها، هي شركه سوفت وير ديفلوبمنت وهارد وير مينتيننس ونتورك انفراستراكشر. بلشنا شغل تقريبا من سنة ونص والحمد لله هلا يعني مشينا كويس فيها، اخذنا كثير مشاريع واخذنا خبره كمان كثير كمان من الشركه. نارت، شو مجال تخصصكم بالضبط؟ شو بتعملوا بالضبط؟ احنا مينلي بنشتغل بالسوفت وير ديفلوبمنت والويب ديفلوبمنت، بنعمل برامج الكمبيوترات، محاسبه وبرامج اخرى، وبرضه ويب سايتس لمختلف الشركات، وطبعا بنشتغل برضه زي ما حكاك عبد الله الهاردوير انفراستراكشر والنتورك انفراستراكشر، يعني مدد شبكات نتورك وصيانات اجهزه، يعني جميع ما يتعلق بالكمبيوترات من هاردوير وسوفت وير. شباب يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني انا كثير بعيد عن التكنولوجيا بصراحه. زين. بس موضوع الفيسبوك وال عم بسمعه وكل العالم عم تتعامل فيه، انسرق الاكاونت تاعي او عملوا له هاكر او يعني لكم بهذا الموضوع او ممكن تحكوا لنا عنه؟ اذا عملت اكاونت على الفيسبوك وانسرق شو ممكن اعمل؟ كيف تقدر تحافظ عليه مثلا هي ما ينسرق؟ صح دكتوره؟ كيف تقدر بالضبط هذا؟ عبد الله، هلا يعني كثير ناس مزبوط صار معهم هذا الشيء، يعني في كثير خطوات الواحد ممكن يعني يحافظ فيها اكثر ما يمكن على
هوية تبعته زي ما خلينا نحكي على الانترنت إجمالا، يعني مش بس الفيسبوك، يعني هي هوية البني آدم على الانترنت لازم تكون دائما محفوظة. يعني ما لسكم شباب، يعني حتى أنتوا تعون التكنولوجيا عم بتقولوا عن الأكاونت هوية. بعطون كلمة بالعربي كمان، مش بس أكاونت، هو هوية كاملة، يعني مين أنت. يعني لأنه يعني زي ما شفنا الانترنت خلى العالم كلياته صغير، يعني مزبوط. فيعني صار الواحد بيقدر يعرف أي إشي عنك بدون ما أحكي معك ولا مرة، يعني بحياتي بدون ما حتى تشوفيني ولا مرة بحياتي. يعني عادي سيرت، إذا مثلا أخذت إيميلك ممكن أعمل سيرت عنك، أعرف كل إشي عن حياتك، يعني كل شيء، ولا حتى على جوجل، هذا جوجل سيرت لهذا. طب يعني إنه هلا فعلا لو الواحد، يعني أنا هلا اضطريت إنه أنا بدي أفوت بهالتكنولوجيا زي العالم، يعني مزبوط. عملت صفحة على الفيسبوك، حطيت باسورد أو رقم سري، يعني ما بعرف يمكن تركته على اللابتوب تاعي أو كمبيوتري، فات ناس غير لي إياه. طب خلص هيك راح، ما بقدر أرجعه. كيف تقدر تحافظ على حسابها بالفيسبوك صح زينا، إنه ما يطير وما يروح ما ينلطش هلا بالنسبة لشغلة إنه نترك اللابتوب مفتوح أو نترك الكمبيوتر مفتوح؟ هلا اول اللي دخل الموضوع هذا انه ممكن يصير فيه ولا شو الطرق؟ طبعا هلا اذا انت تارك اللابتوب مفتوح، صحيح انه بطلب منك انه تغير الباسورد تاعته وتغير اي شيء فيه، بده يطلب منك الباسورد القديمه. هلا في واحد بيقدر يعمل اذا الايميل فاتح ساعتها بيقدر يطلع من الاكونت الفيسبوك، في forget your password، مجرد ما فات عليه ببعث لك ايميل عندك على ايميلك بحكي لك ايش، بيعطيك لينك فيها انه تروح تغير الباسورد لباسورد جديده، فهاي بيقدر يغير الباسورد. طب شو الطريقه الامنه انه ما يضيع يحافظ عليه اكثر؟ في اكثر من طريقه مثلا؟ هي اكثر من طريقه. هلا بالنسبه لشغله انه نترك اللابتوب مفتوح، هاي فيها طريقه امنه، لانه يعني اول عاده ما يخليه مفتوح، انت اللي يعني تركته فاتح خليه مفتوح زين، تقدر تسترجعه. ايش اكيد تقدر تسترجعه بس في حال انه اللي غير لك الباسورد غير الباسورد تاع الايميل، غير رقم الموبايل، فهذا شيء اكيد انه راح من عندك الاكاونت يعني مبدئيا. بس بالنسبه للطرق الثانيه اللي بيعملوا عليها هاك للاكاونت الفيسبوك تاعك، في برامج مثلا ممكن عن طريق برامج متخصصه بيستعملوها عشان يعملوا هاكينج مثلا، بالضبط يسرقوا الايميل او يسرقوا. بالضبط، في برامج بس عليهم يعرفوا ايميلك مثلا، ما دام عارف الايميل تاعك عن طريق البرنامج بيقدر يطلع الباسورد تاعتك او يعمل يعني انتر الباسورد مره ثانيه. طب كيف بتقدر تخبي الباسورد تبعها او الايميل تبعها اللي ما يبين اللي ما يقدر ينسرق؟ في طرق؟ في طرق. اول شيء دائما خلي الايميل تاعك مش يعني يكون بس لك ظاهر، ما يكون ظاهر لحدا ثاني حتى الفريندز، يعني مخفي نحطه مثلا او هيدن مثلا. مخفي بالضبط. هو في بالسيتنجز بالاكونت سيتنجز تاع الفيسبوك بالبرايفسي تبع الفيسبوك بالبرايفسي تقدر تحكي انه الايميل اكونت تاعك يكون بس اونلي مي، الشخص الوحيد اللي بيقدر. طيب هون طب اذا انا عم بستخدم اصلا الفيسبوك لشغل تمام، يعني لبزنس بهمني انا احط ايميلي، لا تستعمل ايميل الفيسبوك نفس ايميل الشغل. هلا مثلا ممكن كمان انه يعني دائما خلي الباسورد الايميل مختلفة عن اي باسورد ثاني، يعني ما احط نفس الباسورد على الايميل نفسه على نفس الفيسبوك، نفس باسورد الفيسبوك، لانه مثلا كمان يعني مثلا نحن بنأمن على الفيسبوك مثلا. على فكرة اعطيتني فكرة، انا الباسورد تاع الايميل وتاع ورقم تليفونك وكل ما بعده حتى بطاقة الصراف كله نفس الرقم. هاي وحدة من المشاكل كثير، يعني اعطينا معلومة عنه تبع الفيسبوك، يعني اللي بسرق اكاونتي او الرقم بيسرق كل شيء. والله بستفيد فرصة، جد فرصة. بس هي على فكرة يعني انا فعلا بقول بلشت انه انا بعيدة كثير عن التكنولوجيا، بس عم بشوف كل شيء عن طريق التكنولوجيا عم بصير تتواصل مع العالم تاخذ معلومات. هلا انت قلت لي كلمة هوية، طيب انا عم بستغرب انه في ناس بفوتوا باسماء وهمية. مزبوط صح. واعمار وهمية، حتى بصور وهمية. طب هل في قوانين رولز بتحكم هذا الاشي ولا هيك مفتوح؟ هلا كقوانين دولية مثلا هذا ما في اشي، يعني ما فيش اشي بحكم البني ادم انه مثلا انه لازم يكون هو فعليا صاحب الاكاونت هذا على الفيسبوك مثلا، لانه يعني حرية شخصية. حرية شخصية شو بده بحط يعني؟ بالضبط، يعني هو كان يعني بيسوي اشي زي هيك كان يعني بلغوا كل الفيسبوك كامل، يعني بطل فيه حرية ابدا. مثلا لازم والله الواحد لما يعمل اكونت فيسبوك لازم يعطي صوره عن الهويه مثلا. فانه يعني بصفي كثير غلب، يعني ببطل اصلا العالم تستعمله يعني براحتهم. معلش لاني انا اعتبروني جاهله بالموضوع. يعني هلا
انا بلاحظ حتى الصغار مع انه انا قريت مره لاني من الناس اللي بقرا انه ممنوع تحت عمر معين انه يفتحوا اكاونت، بس عم بلاحظ انه بيغيروا بتاريخ الميلاد، وكل الصغار اللي بعمر 10 سنين و8 سنين و9 سنين كلهم على الفيسبوك يعني. بس في شيء زين جدا على الهويه صح عبد الله؟ قلت لي قبل فتره في الباسورد ريكفري مشان الاكاونت الفيسبوك مثلا، اذا مثلا صار في حاله سرقه له يعني ولا اي شيء يعني من هذا النوع، هلا صاروا هم عملوا طريقه جديده انه يثبتوا شخصيه البني ادم اللي عم بطالب بالباسورد الجديد او عم بطالب بالاكونت عن طريق هويته، بس لازم طبعا يكون اسمه على الفيسبوك نفس الاسم اللي على الهويه، صورته على الفيسبوك نفس الصوره على الهويه، او مش نفس الصوره يعني صوره قريبه يعني مش علامات نفس الصوره. طبعا انا بشوف الصور كل يوم تتغير يعني، بس يعني انه شيء قريب يعني، يعني مثلا مش صوره وانت وصغيره حطيتها مثلا على الفيسبوك وصورتك على الهويه يعني صوره ثانيه. انا عم بطلع هيك على الفيسبوك عم بشوف اللي حاطط مثلا شعار معين او رسمه معينه او صوره بيبي، ما بحط صوتي ناس ما بحبوا لا هم ما بطلعوا بس على البروفايل بيكتشر، هلا في كثير ناس مثلا بحطوا اكثر من صوره يعني لهم يعني، او اذا مثلا مش حاب ابدا احط صورته عاد هي مشكله كمان. والله بشوف بروفايلات انا ناس اشخاص مش حاطين صورهم نهائيا. مزبوط صح بتصير نهائيا، فصفى يعني يمكن هو لغه اتصال تكنولوجية، بس لازم ما بعرف شو بتعطونا يعني نتعامل معها كيف يعني. في طريقه مثلا انه نقدر نشعر المستخدم الفيسبوك انه في حدا بده يفوت عليك يعمل هاكينج او كذا؟ هلا هم اصلا يعني مثلا الفيسبوك لما تعمل لوجن انت من جهاز غير الجهاز الدائم تستعمله، تمام، بسألك انه ايش اسم الجهاز اللي عم تستعمله. اوكي، اول ما يعمل لوجن البني ادم ببعثوا له الفيسبوك هم ايميل على ايميله نفسه، تمام، بحكوا له انه صار في عندك لوجن على الاكونت تبعك من الجهاز الفلاني، تمام، فانه هل هذا الجهاز لك او لا يعني. صحيح يا ارتورا، هلا هذا برضه هي اوبشن جديد يعني مش جديد بس اوبشن موجود بالفيسبوك، بس لازم تشغلوه يعني معظم المرات ما بكون شغال هذا الاوبشن، فبرضه من السكيورتي سيتنجز بالاكونت سيتنجز بده يتشغل هذه في انيبل للمسجنج وانيبل للايميل. اذا بتحط رقم تلفونك كمان بصير يبعث لك على رقم التلفون وبصير يبعث لك على الايميل. وفي شغله كمان كويس انه واحد يكون عاملها اللي هي يكون حاط زي الترناتيف ايميل. بكون بحط ايميل ما مش مستعمل الفيسبوك بس ايميل له مو مستعمل الفيسبوك يخليه بباسورد برضه غير يعني يعمل ايميلين مثلا، يكون عنده ايميل لو عنده ايميل ثاني. هلا معظم الناس عنده ايميل ثاني، يحط الايميل الثاني كالترناتيف اوبشن. بصير في عندك ثلاث خيارات للايميلات، يعني خيارين للايميل وخيار للموبايل، فبصير فيك فرصة انه واحد اذا انسرق الايميل تاعه فرصة اكبر انه يرجعها، لانه بنبعت على ايميل وعلى ايميل ثاني وبنبعت على الموبايل. فحتى كيف بيشتغل الفيسبوك بترجيع الباسورد تاعتك بيعتمد يا اما على الايميل او بيعتمد على كود بيبعثوا لك اياه مسج على التلفون. معناته هلا باخر لقائنا معاكم رفعت طلعنا بنتيجه انه الباسورد يكون مختلف عن الباسورد الايميل وتكون معقده كمان نوعا ما، يعني تحتوي مثلا ممكن تكون ارقام واحرف مع بعض، احرف ارقام ومسموه سبيشال الميلاد يعني. خلينا يعني بنهايه هاللقاء اللطيف اللي دخلنا فيه بالتكنولوجيا ورمضان الدنيا كلها هلا بالليل بيستنوا مشان يستنوا السحور نعطي شويه نصائح فيسبوك كم نصيحه للي بيستخدموا لعشاق الانترنت والفيسبوك، يعني نعطيهم كم نصيحة من الاختصاص. هو يخلوا دائما باسورد الايميل غير عن اي باسورد ثاني بيستعملوها باي محل ثاني، يعني سواء كان فيسبوك او اي محل بده ريجستريشن يعني. تكون شوي كومبلكس يعني تكون شوي معقد يعني. نفس الشيء كل شيء لحال. ايوه بالضبط. تكون شوي معقد يعني مثلا مش اسم الشخص اللي عم بيستعمل الاكونت هذا او الايميل هذا، مش تاريخ ميلاده، مش مثلا رقم تليفونه. هذول كلها شغلات يعني ممكن اذا انا بعرفك شخصيا كل سهوله ممكن افوت على ايميلك او الفيسبوك اكاونت تبعك بكل سهوله يعني. على كل يعطيكم العافيه شباب ونشكركم. نشكر عبد الله ونار. ونار بس بعد كمان شغله برضه بخصوص الفيسبوك. هلا اي ابلكيشن بنزل اعمال على الفيسبوك بيطلب منك يوزر نيم باسورد او الباسورد تاعتك،
هذول معظمهم مش مزبوطين. عادة إذا الفيسبوك بدهم إياك تغير أي إشي بحطوا لك إياه بالسيتنجز من جوا، بطلب منك من جوا إنك تغير بالسيتنجز مش أبليكيشن. أيوة مش أبليكيشن، بطلب منك بالضبط. أعطيتونا اليوم معلومات تكنولوجية حديثة كثير حلوة، بشكركم باسم الفضائية الشركسية وباسم برنامجنا فيستوك. شكرا لكم. ومني ومن زينة لعبد الله ونار، شكرا لكم، وإن شاء الله تكون الفطور كل يوم دسم إن شاء الله. رجعنا لكم معنا فقرة كتير حلوة هلأ اسمها شوفوا الناس. يلا نروح نشوفهم كيف بتفشوا قلبهم ونرجع لكم. يلا يلا. سلام. ممكن احنا قناة الفضائية الشركسية. اهلا وسهلا. في عنا فقرة بدي اخليك تفشغل لك بحدا. بمين حابة تفشغل لك؟ ولا بحدا ابدا. خلي الناس بخير. كل الناس بخير ولا خلي الناس بخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. يعني مثلا ظروف الشغل، مرات شغلات عائليه، مرات اوضاع عمي كمان. يعطيك العافيه. شكرا. حي اصلك. الله يحيي الاردن واهله وشعبه. الله يسعدك. احنا راجعنا المستشفى الاسلامي، عمليه قسطره، وكاله العمليه ما كانت تستوجب عمليه اصلا نتيجة، بس الدكتور قال لي يحتاج لك إلى قسطرة، عندك تضخم ولا يوجد تضخم بعد إجراء عملية القسطرة. وبقيت المستشفى يوم كامل حوالي 12 ساعة، حتى وجبة الغذاء تم تأخيرها لساعة 4 عصرا، وأنا مصاب بالضغط والسكر في نفس الوقت. فأرجو من السلطات الأردنية أن تحث الموضوع بالنسبة للمستشفى الإسلامي، بالنسبة الشعب الأردني والعرب نفس الشيء، بالنسبة الشعب واحد والعرب واحد، متساوي في الحقوق. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك؟ طول عمرك. اليوم بدي أخليك تفشغل لك بموضوع أو بناس، بمين حابة تفشغل لك؟ والله إحنا وياك بألف خير، ما بدنا فشغلنا بحدا أبدا. أبدا. يعطيك العافية. اليوم بدي أعطيك فرصة تفشغل لك بأي شيء، بإيش ممكن تفشغل لك؟ أفشغل لي؟ والله كل الوضع ما هو عاجبني. حدد لي. يعني اول شيء صار لنا سنه وشهرين بيعملوا لنا بشارع زي هيك، قطعوا رزقنا، هاي اول وحده. في اي بلد بالعالم انه مشروع زي هيك وسط عمان، هذا المفروض ما يتحمل الشهرين ثلاث اشهر ويعوضونا. صار لنا سنه وشهرين بنخسر، معناش ندفع اقساط اولادنا للجامعه، ندفع ايجارات للجديد، زياده الايجارات، قانون المالكين المستاجرين، دمار. ايش بدك انا هيك؟ يعني هاي فش تغل. يعني شو هذا؟ اقل شيء بدي اعطيك اياه، بدناش نفوت باشياء اخرى. يعني هلا هي الفكره انه الحفريات قطعت رزقكم كل البيع قل. مش يعني ما في بيع، حتى لانه الناس ما في عندنا دخل، ما في سياحه، ما في بنزلوش على وسط البلد. تعالي خدي تاكسي، خلي حدا من مثلا من عمان الغربي يقول له بدي انزل على البلد، ما بينزل. يعطيك العافيه. وان شاء الله انه صانعي القرار رح يشوفوا فش تغلك. الله يسعدك. شكرا لك. اليوم بدي اخليك هيك فرصه صغيره بدقيقتين ثلاثه تفشغل لك باي شيء، بايش حابب تفشغل لك؟ والله بهالشارع اللي معطلنا ومعطل اعمالنا ومعطل شغلنا، وقاعدين بيشتغلوا زي ما انت شايفه، فيش حدا بيشتغل فيه ومعطل كل السير ومعطل اعمالنا، ما فيش زباين، ما فيش حركه. قد ايه صار له هذا الشارع هيك؟ من شهر رمضان السنه الماضيه، يعني هيك صار له تقريبا حوالي 10 شهور او 11 شهر. طبعا ليش عمي انت مالك ولا مستاجر؟ مستاجرين يعني. نعم. انتوا عم تقدروا تدفعوا الاجار؟ لا، ولا حتى ايجار الموظفين. شو الواحد يطلع؟ ما بيطلع حتى ايجار الموظفين. يعني السبب هذا الشارع وقف لكم كثير اشياء. كثير جدا. ان شاء الله يا ربي بيسمعونا صناع القرار وبسمعونا. اشكرك اشكرك اشكرك. شكرا لك. لو بدي اقول لك فشغل لك باي موضوع مش عاجبك، او اي شخص بهالبلد مش عاجبك، او اي وضع معين مش عاجبك، مين بتحب تفشغل لك؟ قانون المالكين والمستاجرين. قانون المالكين والمستاجرين الجديد، هذا عله على قلب المجتمع. حلو. علوة يعني راح نسكن بالشوارع، ارتفاع الأجور 5 أضعافها و10 أضعافها، تحكم المالكين في الفقراء والمساكين بالشوارع،
هذا اللي بدنا اياه، بدنا يرجع للقانون القديم، بدنا الحق. ورجعنا بعد ما بفقرة شوفوا الناس، برنامج فيستوك، صورنا بوسط البلد مع عديد من الأشخاص الماشيين بالشارع بمدينة عمان بالبلد، شفنا همومهم مشاكلهم. كانت فقرتنا اليوم في شغلك، كان في عنا ناس فشغلهم، ناس ما قبلوا يحكوا، ناس كان عندهم شوية تخوف، ناس فشغلهم وحكوا عن بعض المواضيع. حبينا انه بعد ما شفنا التقرير هلا مع بعض انه نحكي عن هالفشة الغل اللي فشوها الناس. شو رأيك رفعت بعد ما شفنا التقرير؟ والله شفت ناس غريبين، ناس عاجبهم كل اشي، لاحظتي؟ فكرك هاي ايجابية ولا خوف؟ والله انا شفتها كثير سلبيه، يعني معقول كل شيء عاجبه ولا شيء غلط؟ معناته ممكن هم به خايفين يحكوا رايهم او ولقينا واحد ضده انه ولا شيء عاجبه. بالضبط، كان في فقره انه في واحد ولا شيء عاجبني. يعني في ناس حكوا هموم معينه مثل منطقيه كانت، وعندهم يا حرام هم بالشارع اللي فيه حفريات. قديش صلوا هذا؟ صراحة هذا الشارع اللي فيه حفريات تفاجأت، وإحنا عم نمشي إنه لما سألنا قديش صلوا هذا الشارع، تقريبا 11 شهر هيك، من 11 شهر لسنة، يعني الشارع محفر. يعني لما سألنا إنه أنت ملاك ولا مستأجر، مستأجر وما عم بيقدر يدفع رواتب موظفينه، شغلته يا حرام، ما عم بيقدر، فرزقه انقطع من وراء الشارع. ما بعرف شو بدهم يعملوا، ومع رمضان هذا بصير سنه يعني لهم. بالضبط، بدهم يعملوا كوبري ولا بدهم يعملوا شارع للمشاة؟ مش عارفه والله بصراحه. فعلا شيء كثير مزعج. ولقينا ناس كمان عاجبهم شغلات، نقول انا عجبني على فكره اللي حكى عن قانون المستاجرين والمالكين. على فكره هو هذا القانون كني انا سمعت انه فيه تعديل، لانه الاجارات القديمه كثير قليله. في ناس انظلمت الاجارات القديمه على فكره كمان، صح؟ كثير انظلمت، ويمكن من في شغل لك ناس قال بدي افش شغلي بقانون المالكين والمستاجرين، يعني حسيته عم بيحكيها بحرقه قلب. يعني ممكن يكون هو يا ملاك يا مستاجر، صح؟ بس انه بتصور انه هذا القانون القديم اذا ما تعدل هو بنصف المستاجرين وبيجي على المالكين، لانه المالكين صفوا من 10 سنين و20 سنه اجاراتهم كثير قليله كمان، رمزيه، مع انه في عندهم ربح المفروض. حتى لو القانون يعني عم نتاخر كل سنه، ما بعرف، عم بيقولوا صار في تحديث على القانون، صار في تحديث، بس ما عم بيصير شيء. يعني بس في كمان ناس كانوا مأجرين من 20 30 سنه بكثير شغلات بسيطه رمزيه. مزبوط، فكمان هدول حرام. هي من 20 سنة لما كان أجار المخزن بالبلد 20 دينار كان مبلغ، أما هلا لما تقول والله نفسه بعد 20 سنة 20 دينار، يعني صاروا 100 يعني لفترة معينة. لو بده يجيب واحد يشتغل معاه، صح، راتبه قديش بيكون؟ والثاني أخونا العراقي اللي حكى عن الطب كمان وضعه غريب، في دكاترة بتكنها بتحاول تشتغل كأنه بس أي شيء. والله بتعرف رفعات، يعني أنا هذا الموضوع يعني وجع قلبي، والله بخاف واحد يروح على الدكتور. يعني لأنه إحنا بالأردن تحديداً مشهورين إنه وين بدك تروح تتعالج روح على الأردن، صح؟ لأنه مجال الطب عندنا جداً عالي، متقدم كثير، متقدم، من مستشفيات لجامعات. يعني لما قال إنه عملوا لي عملية ما كان لازم إنها تنعمل، فهون صار إنه سلعة، بطلت مهنة الطب مهنة إنسانية، صح؟ فيعني خلينا نناشد من برنامجنا عن طريق القناة الفضائية الشركسية، نناشد صناع القرار وأصحاب النفوذ اللي إلهم سلطة، ناشدهم معناته بفش غلك، تكون عليهم رقابة دكاترة هدول المستشفيات. عن طريق هذا البرنامج يمكن ناس يسمعنا، نوصل هموم الناس وفشة غلهم، نقول لهم يا جماعة قانون المالكين والمستأجرين يا ريت إنه يصير في عليه تغيير، بيتعدل ينصف الطرفين مثلا، ينصف الطرفين، ونفس الوقت الشارع، الشارع والله بدنا نعيد، صح؟ ان شاء الله الشارع، لانه حتى فعلا حتى لو بدنا ننزل نمشي، مشي نتمشى نغير جو. شفتي شو محفر قديش؟ يعني بصراحة رمضان احنا، صح؟ وانا ما بحس بالعيد اذا ما بنزل على البلد فعلا، يعني اذا ما بمشي بالبلد وبشوف عجقة الناس والشارع والاضواء والناس عم تشتري والبسطات، ما بحس انه في عيد. هلا برمضان كيف بدي انزل بالله بالعيد؟ لا والتحويلات
محلات ويعني ما في محل تصوف وبدك ما في محل تصوف وما في محل تمشي والسايد واحد ويعني كثير والله الموضوع مزعج. فيا ريت أمانة عمان إذا هي معنية المعنية بالموضوع أمانة عمان يا ريت الشارع ينحل يعني برمضان على الأقل يعطوه على القليل وقت إمتى بيخلص إمتى يعني حتى يعني يا ريت لو يكون صوتنا مسموع لو يعوضوا الدكاكين أنا رح أقول دكاكين لأن هي دكاكين يعوضوهم بمبالغ بدل بسموه عطل وضرر أو أقلها يستعجلوا يخلصوا من هالشارع ويعطوهم عطل وضرر على هالوقفة اللي وقفوها ما عم بيشتغلوا ما عم بيقدروا يدفعوا أجار وبنفس الوقت إنه برمضان إحنا هلأ يعني بعد آخر أسبوع برمضان المفروض السوق البلد كله فاتح بدنا ننزل لو ما بنشتري بدنا ننزل نشوف الناس نشوف نشرب تمر هندي ناكل هريسة بالضبط نشوف الفرحة جيب يعني. عوامة كرابيش حلب نشرب تمر هندي شربنا تمر هندي ف يعني يا ريت يكون في وبتمنى وهذا النداء يعني عن طريق الفضائية الشركسية وعن طريق برنامجنا فيستوك انه يكون مهنة الطب مهنة انسانية صح؟ بتمنى انه يراعوا ضميرهم وتضلها تحافظ على هاي المهنة لسمعتها ولانسانيتها ولسمعة الاردن الغالية اكيد طبعا لازم هيك أول ما نصحى من النوم ونلبس نطلع نروح نركب سياراتنا يا إما بنكون رايحين على شغلنا أو رايحين نوصل أولادنا على المدارس أول شيء بنعمله أول ما نركب السيارة بنفتح الراديو بنفتح على أمن إف إم مشان نسمع البرنامج المفتوح مشان نسمع الصوت اللي فعلا إحنا صرنا تعودنا عليه كل صبح من 5 سنين وإحنا عم نسمعه اليوم ضيفنا العزيز الإعلامي الغالي مو رح نخليكم اليوم بس تسمعوا صوته رح نخليكم كمان تشوفوه معانا الأستاذ الإعلامي عصام العمري مرحبا أهلا بك أهلا وسهلا شكرا جزيلا على المقدمة شكرا على الاستضافة دكتورة زينة شكرا للأخ رفعت شكرا لأسرة البرنامج شرفني جدا أكون أول ضيف في أول حلقة في أول يوم برمضان وهذا شرف إلنا أنك تكون ضيفنا الأول في شهر رمضان أهلا وسهلا وأنا كتير اليوم سعيدة أنه كتير في ناس بسمعوا صوتك فعلا فاليوم عم بيشوفوك صورة صوت وما شاء الله يعني الصوت حبب الناس كلها فيك نعم. وشكلك كمان أضاف بزيادة نعم. أنه الناس عم بتحبك أكثر أشكرك شكرا جزيلا سيد عصام يعني وأنا اليوم بستطلع عن هيك نبدأ غير عن البرنامج المفتوح نعم. لفت نظري أنه أنت أخذت بـ2005 نعم. الموظف المميز المثالي المثالي والمميز نعم. هاي كانت الجائزة وين كانت وشو سببها؟ كانت بمؤسسة إذاعة والتلفزيون وكان بيعطوها للمميزين والمثاليين بأدائهم كنت أنا ذاك أنا كبير مذيعين طبعا هي المؤسسة إذاعة التلفزيون هي الأم أنا ابن الإذاعة الأردنية بـ21/7/1977 التحقت بالعمل في الإذاعة الأردنية يعني للـ2005 تأخذ جائزة مش كثير بتصور يعني كان لازم صح ولا لا طبعا أكيد بس أنا بتصور إنها جائزة الموظف المميز أو الموظف المثالي يمكن أصلا بلشت بـ2005 هي بلشت نعم أنا من أوائل اللي أخذوها أول الناس اللي أخذها يعني ما كان في ناس ما أخذها قبلك صراحة أنا كنت ماخذ جائزة أفضل مذيع عربي من اتحاد الإذاعات العربية الحقيقة وكانت هذيك جائزة كبيرة لأنك أنت بتنافس كل المذيعين العرب هاي كانت بـ2006 نعم بـ2006 اتحاد الإذاعات العربية بيعمل كان ما بعرف إذا ما زال فإحنا باعتبارنا موظفين أو مذيعين بمحطات حكومية كنا بيسمعونا كلنا وفي اسمه تبادل البرامجي بين دول الاتحاد فمن دون ما بندري إحنا ما بنكون بنعرف لأنه بيبعتوا برامجنا وبيجيب برامجهم فبيشكلوا لجنة في تونس بتستمع لأفضل مذيع لغة وأداء حضورا فاتصلوا معي قالوا لي أخ عصام بدك تيجي لتونس قلت لهم بتشرف قال أنت فزت بجائزة أفضل مذيع عربي بكله بالإلقاء وبالحوار وبالأخبار
والأحمر. نعم نعم. وإحنا بنتحدث شوي أنا وياك قبل ما نبدأ، لفت نظري إنك قارئ ومطالع. آه طبعاً. وأخذت حتى وإنت بالمدرسة جائزة. نعم. سيدتي دكتورة، لا يمكن أنك تكون إعلامي ناجح إذا لم يكن لديك عدد وفير من المفردات، وعدد كبير جدا من المفردات حتى تقدر تستخدمها في حوارك كمذيع برامجي أو حتى إذا بدك تكتب للإذاعة، وإلا ستكرر نفسك. ما بتقدر تشتغل برنامج 5 سنوات متصلة أو 7 سنين كاملة لو ما تكون تمتلك ثروة من المفردات، هاي لا يمكن أنك تلاقيها إلا ببواطن الكتب. لا يمكن. قد أتعلم أنا من الشارع، قد أتعلم من الناس بالاختلاط بممارسة المهنة، لكن الكنوز موجودة في الكتب. ولذلك أنا بنصح دائما المذيعين الجدد، بحكي له اقرأ 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 أكثر يعني قدر ممكن من الكتب بثقافات متعددة. اقرأ يعني. ممكن أنا مش كتير بأمور الدين، لكن أنا بعرف يعني إنه ربنا قال سيدنا محمد أول ما قال له أول آية نزلت اقرأ. نعم. اقرأ فاقرأ. فإحنا مطلوب منا مزبوط، إحنا يعني ثقافتنا تستند على القراءة، والقراءة بالنسبة للمذيع أو للإعلامي بشكل عام هي ثروته، هي كنزه، هي سلاحه. يعني إحنا بنحكي إنه الصحفي أو المذيع أو الإعلام لازم يكون معه السيف اللي بإيده هو القلم. صح. لا، هي المكنوزات اللي عنده من المفردات اللي اكتسبها من مطالعاته. وأنا مع القراءة الشاملة، مش بس أنا والله أقرأ أدب عربي أكثر من موضوع يعني. طبعا يعني بدك أنا شخصيا في بداياتي قرأت لما اشتغلت في الإذاعة اكتشفت أنه أنا بقرأ أدب عربي فقط، فكان لابد أني ألون، فقرأت للألبير كامو مثلا. يعني قرأت له وترجماته، فلقيته شاعر، لقيته بكتب بجمالية. قرأت لأدباء عالميين فأكسبوني مفردات كتبتها، نفعتني على كبر، نفعتني لما لما صرت أعمل برامج كبيرة. يعني هي هاي موهبة من الصغر، لأنه أنت أخذت الأول بالمملكة على المطالعة. نعم. أنا الأول بالمملكة في الثالث إعدادي، كان كنت الأول بالمطالعة و بالمملكة يعني ممكن تذكر كم من عدد من الكتب قريت؟ احكي لنا عن بداياتك مثلا، من أول كيف بلشت؟ والله أنا كأي طفل بيكون عنده أحلام، فأنا بالمدرسة كنت مذيع المدرسة دائما وأعمل مسرحيات ونشيد، كان عندي حلم أني أصير مذيع. عززتها بجزء بالثقافة، لأني قضيت أنك تكون مثقف تعطيك دفع. أكيد. فكنت شاطر بالعربي كثير، وشاطر بالإنشاء أكتب، وشاطر بالكلمة هاي الصباحية تبع المدرسة. وزي ما تفضلتي أخذت جائزة الأول بالمملكة بالمطالعة، كانت شغلة حلوة أيامها. لما خلصت التوجيه أنا علمي بالمناسبة. مش أدبي. حلو. ميولي أدبي بس دراستي كانت علمية. كان لازم تطلع علمي حتى تدرس دكتور أو مهندس زي ما بدهم الأهل. ما توفقت إني أدرس الاتجاهات، بس درست مادة علمية كمان. لما رجعت أشتغل كنت مبعوث، لما بدي أشتغل ما قدرت أشتغل إلا باللي بحبه وهو حلو. الإعلام. فأعلنت الإذاعة أنا ذاك إنها بدها مذيعين. قدمت معهم. شاء القدر إني أمسك طرف السكة وأنطلق من هناك، وزي ما حكيت لك يعني بال77 إلى الآن على تواصل واحد، وما زلت مذيعاً. أنا بعتبر حالي مذيع بعدني يعني. ذكرياتك أيام البث المباشر. البث المباشر شوف، الإذاعة الأردنية مدرسة كلها. كلها مدرسة، والإذاعة الأم ولها حنين يعني. أنا عندك لما جبت سيرتها حسيت بحنين لها. هي احنا اجينا في مرحلة استلمنا من كبار مذيعين الكبار، اللي كان اسمه، لانه ما كان في تلفزيون يعني ايامهم. ايامنا كان في، بس كانوا هم اصلا اللي طاغين على كل وسائل الاعلام، فاستفدنا منهم. انا شخصيا استفدت من المرحوم جابر حجات، مرحوم سحوم المولد، رحمة الله عليه. استفدنا من محمد امين، استفدنا من رافع شاهين، استفدنا من اساتذة ما زالوا احياء الله يطول اعمارهم. يعني كانوا مدارس، كل واحد فيهم مدرسة. أنا بجوز كنت شوي يعني ذكي فأخذت منهم كلهم. حلو. يعني ما حطيت هدف إنه أنا بدي والله أشتغل زي الأستاذ جودة مرقة، لا، أخذت من الكل. وبالتالي كانت البداية مع البث المباشر. الله يرحمه الأستاذ محمد الخشمان. طيب. دخلني معه، بعدين الأستاذ جبر حجات كانوا يتناوبوا، للآن بتناوبوا سنتين ثلاث
فاشتغلت مع هون واشتغلت مع هون. كنت أنا زي لاعب مع الكل، مع هون وهون لاعب الوسط أكسب الخبرة. أنا ما يعني أنا ما كنت أحب الراحة، يعني مرات أضطر أسبوع ما أروح أظني أنا بالإذاعة لأني بدي أكسب، بدي أستفيد خبرة منهم. والحقيقة كله تعب فادني، استفدت فيه بالنهاية إني أنا ميزت نفسي وإني كمذيع شامل، وفادتني بحياتي العملية كثير بصراحة. ذكريات كثيرة، شو بدي أحكي لك؟ عندك حب وشغف يعني. شو بدي أقول لك يعني؟ بث مباشر طبعاً كان مش زي اليوم. كان تسجل باستوديو. أصعب كانت بجوز. طبعاً. بتسجل في استوديو وبتأخذ المكالمة على ريل وبتبثها من استوديو تاني. فضخ المكالمات اللي بيجيك يعني بعد نص ساعة بيخلص البرنامج، فبتكومه كلهم بنبلش نبث فيهم. هلا شو بيجيك بعديها بتقدرش تاخذه. لما احنا غيرنا، يعني انا من كنت من جماعه التغيير، حلو، على زماني لما صرت مسؤول البث مباشر، لانه انت مش مسؤول تقدرش تعمل شيء. وانت تحت الهواء قبل سالتني انه المسؤول عليه، نعم بكون مسؤوليه كبيره، بس احلى ما في انك تقدر تعمل بدك اياه، صانع قرار. بالضبط. فانا كانت عندي عقده نفسيه من هالموضوع، انه انه يا اخي برنامج مقيد، انا لازم نشتغل هوا. كان مرعوب الناس بذاك الوقت، بخافوا يغلط المواطن، بخاف يا جماعه ما راح يغلط المواطن، اعطوه ثقه والله ما راح يغلط. فبلشنا بالتجربه، صرنا نطلع على الهوا، تركت الاذاعه انا وهم لسه بيخافوا وما بيطلعوش على الهوا. بعد ما طلعت طلعوا على الهوا، لما رحت على امن اف ام من اول يوم قررت اطلع على الهوا، فطلعنا لايف وما خفناش ومشينا والحمد لله. انا بدي اسالك، برامج الهواء أصعب بكثير من البرامج المسجلة؟ صدقوني إذا قلت لكم أنه أسهل. أنا شخصياً أسهل، لأنه إذا أنت مملوء ومعبأ ولست بحاجة إلى إعداد، فكل شيء موجود عندك، الفكرة كاملة، ضيوفك محددين مسبقاً، الحوارات اللي أنت بدك تعملها كلها موجودة هون، فأنت جاهز. التسجيل قد يفوت عليك متعة هاي الشغلة، إنك تبتكر زي يعني اللقاء هذا، إنه عفو يبلش. أنا قلت لكم ما بدي أسئلة، سألوا بعفوية صدقوني راح يطلع أحسن، بس راح تلاقوا ضيوف غيري راح أقول لك لا قل لي شو بدك تسألني مشان أجاوبك، راح تتغلبوا معه. صح. إحنا محظوظين إنه كان لقاءنا الأول معك وأعطيتنا الحرية يعني بالأسئلة. هو الأصل هيك إنه تكون أنت لأنه الإعلام كله مفتوح الآن، فضاء واحد، فليش التقييد؟ ليش أقيدك بسؤال أنا أفصله مشان تلقي علي وأجاوبك عليه؟ تمثيل، ما عادت مقابلة. وصراحة يعني شخصية زيك إعلامي متميز، يعني إذا بدنا نحضر أسئلة يمكن أنا بدي أحضر 20 صفحة. لا ما هو أنا أصلاً راح أطلع النص، ما راح المجلدات راح أطلع النص أصلاً. بالضبط يعني. بس في شغلة كمان لفتت نظري، إنه أنت دربت مذيعين. شو هاي يعني، شو كانت المقاييس الاختيار للمذيعين؟ شوفي كل يوم انا بمر علي، اليوم كان عندي اختيار لمذيع. انا متشدد بقصه الهويه، هويه المذيع، انه يكون مخلوق مذيع، بمعنى مش جاهز طبعا، انه بحب القصه، صح، عنده حلم يكون مذيع. هاي بتكون المفتاح، السر، الباسورد الاساسي بالموضوع. اما ان واحد راح درس اعلام او درس اي شيء وما لقى وظيفه وبالاخر قال يلا اقول لك ندبرها بلكي زبطت خلينا نروح مذيع، ما بيمشي حاله. انا معي ما بيمشي. طب اذا انتقلنا للمرحله الثانيه بحياتك، وحضرتك طبعا من اوائل المؤسسين للاذاعه، اذاعه حياه اف ام، امن اف ام، انت وش اذاعه امن اف ام، وفي قبلها حياه اف ام. مزبوط، اشكرك. انا غلطان، انا حياه اف ام يعني، وهناك تعرفت على فراس فالنتين بالمناسبه. شباب متحمسين كانوا. كنت يعني انا هناك بدي اشتغل معهم از ادفايزر. يعني بدهم يعملوا اذاعه، فطلبوني اهيكل الدوره البرامجيه واساعدهم فيها. عجبتني الفكره، حلوه، بس انا جواتي كنت بعرف بقدرش اديرها، مش هواي، مش اتجاهي. يعني انا كل انسان متدين جواته، بس مش شرط يمارسه عملا. فقلت لهم بعد ما خلصنا وهيكلناها ووضعناها على الطريق الصحيح، قلت لهم انا بعتذر الى هنا وينتهي ارسالنا. كنت انا بلش الامن العام انا وياهم نحكي على اذاعه، ف يعني وهي فكره. هي كانت فكره طبعا، فكرة. اذاعه الامن العام فكره. فلما عملنا الاذاعه سحبت من عندهم الشباب اللي عرفتهم هناك،
لأنهم عجبوني، كانوا مبدعين. فكان مجموعة بلشت معي بأمن فهم، كان لهم الفضل بصراحة يعني في دعائم. لأي عمارة بتعمليها في أساسات، إذا الأساسات مش قوية ما بتمشي حالها، راح تنهار ولو بعد حين. فكنا أسسنا صح، اجتمعنا برا، قلت لهم الأمن العام بده يعمل إذاعة وبدنا نعملها شغلة ناجحة من أولها. أعطيتهم الأفكار اللي عندي، هم ترجموها يعني خبرتهم كانت لسه مش بس هم كانوا أذكياء إلى حد القدرة المتفوقة على الترجمة، فترجموا اللي بدي إياه بالضبط بشكل عملي. هم حملوا الأثير. أنا كنت أنا بقدر أصنع أثير، بقدر أصنع برنامج، بقدر أصنع فكرة، بقدر أصنع جملة عبارة، بقدر أصنع برنامج يجيب الجمهور، بس ما بقدر ألونه. أكيد. في واحد بيرسم لوحة بس الألوان نسبية، اللون اللي بتحبيه أنت ما بيحبه رفعت، واللي بيحبه رفعت بحبه أنا، واللي ما بحبه أنا قد لا. فكان أحمد المغربي الله يسهل عليه يذكره بالخير، وأيضا المبدع فراس فالنتين، كانوا أذكياء إلى درجة ساعدوني إنهم ساندوا الفكرة. فأجت أفكار جديدة خاصة بموضوع أنا بالإذاعة الأردنية يعني حبي وتقديري مدرستي ما يعني، بس ما كنا نسمع بشيء اسمه جينجل، ما كنا نسمع شيء اسمه بروموشن. هناك بس هنا عمان إليكم نشرة الأخبار، نستمع الآن إلى فيروز، نستمع الآن إلى توفيق النمري، وهنا عمان بس ما في زركشات إذا جاز التعبير، يعني ما في ورود منثورة بين البرامج. فقالوا لي لا إحنا بنعمل هيك وهيك فكرة جديدة، فبلشنا بجديد. حتى لو كان ناس سبقنا يعني في محطات أخرى أو برا، هم عملوها لون آخر. كان في مبدع آخر رحمة الله عليه توفى اسمه فاهي، كان شاب موهوب جدا 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 جدا، وراح بحادث سير للأسف، وما زال صوته للآن على أمن الفم، ما زال للآن صوته بأمن الفم، وأنا متمسك بصوته لا يمكن أشيله لأنه كان هوية بأمن الفم. فكانت البداية حلوة وجروب متكامل متفاهم، متحمس بجوز كمان، ومتحمسين جدا، نشتغل للنهار، نصبح من الستة سارين، والحمد لله نجحنا. بس من الأكيد أنه بصراحة يعني من خلال حوارنا معك وحديثنا العفوي، أنه من القلائل اللي أمثالك اللي عم بدعموا المواهب وعم بذكروا اللي كان لهم عليهم فضل، وعم تجمع بين الكل. يعني بتلاقي معلش إذا واحد وصل مكان معين زي حضرتك، يعني اليوم أكيد المشاهدين ما رح يتفاجئوا أدي أنت إنسان متواضع. لا العفو، إحنا نشوف كل إنسان له جانب آخر. أنا جانبي الآخر اللي بيشتغلوا معي بحبهم، لأنهم لا يمكن أني أنجح لوحدي، اللي بيدعي أنه يقدر ينجح لوحده بس القلائل بيقولوا انه النجاح بنسبوه لاشخاص. لا ما هو هي هاي الحقيقه. هلا اذا انا بدي اكون منطقي خاصه بالاعلامي، اذا بدي اكون صادق، والاعلامي الصادق هو الناجح مش المزيف ولا المزور. اذا كنت بدي اكون صادق يجب ان اكون صادق مع نفسي، فلا ادعي بطوله لم ارتكبها. انا نعم جزء من النجاح وجزء انا حملتها، بس صدقيني لهذه اللحظة نجاحي اليومي الفني اللي بيشتغل معي صدقيني هو سبب نجاحي. هو سبب. عرفتي شلون؟ اللي بيجيب لي الصبح، أنا ما بقدر أقرأ كل شيء على النت وكل شيء على الصحف، اللي بيجيب لي البوينتس اللي فلان حكى فلان صار الحدث كذا سبب نجاح، لأنه هو بيعطيني الفكرة منين أنطلق. اللي بيختار الأغنية، اللي منتج فقرة، هو سبب نجاح. فعملنا متكامل. أما إذا أنا بدي أعمل بطولة بنكشف، يعني ما بكون صادق لما على الأقل أمام نفسي. صح. وهذا أهم يعني، وهاي من الصفات الجميلة اللي فعلا بتمنى أنه كل إنسان وصل لنجاحك أنه يتحلى فيها. يعني لسه أنا ما بقدر أقول ناجح 100%، يعني لا هذا من تواضعك، بنظر البعض، بس عملنا شيء. هذا من أنا يعني بفتخر أني عملت شيء. عملنا إعلامي جديد، عملنا إعلام، ما زلت عم تعمل. يعني احنا شوف احكيك اللحظه اللي راح اشوف حالي وصلت فيها، ما راح اقدر اعطي، راح اروح. يعني انا ان شاء الله في اوج عطائك دائما. لا وانا يعني صادق مع نفسي، بلحظه ما راح تشوفه يوم الصبح مش طالع. ان شاء الله. ليش بكون حسيت انه خلص؟ شو السر صحيح؟ يعني احنا تعودنا على القهوه، فنجان القهوه وصوتك الرخيم الصباحي، شو السر بالدوام الصباحي؟
أنا شوف دوامت مسائي، يعني أنا كنت بالمناسبة كنت مذيع مسحوق. يعني كنت أنا حتت لقلت بس، فكنت أنا فارس ليل، وين يدبوني يدبوني على الليل، ما بعرف كانوا يخافوا مني يغاروا مني، فكان كل دوامي ليل. اشتغلت 7 سنين برنامج واحد بالليل. إيش اسمه البرنامج؟ مساء الخير اسمه. مساء الخير. فشبعت من الليل خلاص، فصار الليل يعني كنت 7 سنين أتمنى أسهر مع ناس، أتمنى أشوف العالم، أتمنى أزور حدا، أتمنى أزورني حد. بس هلأ الناس محظوظة إنه الصبح أنت بتقولهم صباح الخير. هو قدر صار علي، لأنه فكرة البرنامج يجب أن تكون صباحية. صباح الخير. ما بتقدر تعملها الآن في رمضان. إحنا قدمنا البرنامج ليتناسب مع الدوام، لأنه بيتغير وقت الدوام بالضبط. فأنا لأنه الهدفي المستمع اللي بيسمعني طالع على الشغل ضالته أو سؤاله جوابه عند مسؤول في مكتبه، فإذا بدي أعمل هذا البرنامج فترة مسائية بعمل زي البعض اللي بيسوي برنامج خدمات بالليل، وبقول لك هلا بنحكي مع رئيس البلدية أو وصلت فكرتك، وين رئيس البلدية؟ نايم أكيد مش مداوم صح، والوزير معه وش خبر بسهر قاعد. فبرنامج الخدمات لا يجب أن يكون صباحيا، برنامج مسائي ممكن يكون منوع، ممكن يكون حواري، ممكن حواري. أي برنامج آخر ما عدا خدمات. يعطيك العافية أستاذنا، إحنا جدا محظوظين. شكرا. باسم القناة الفضائية الشركسية وبرنامج فيستوك بنشكرك، ولنا الشرف أنك تكون أول ضيف في برنامجنا في شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لكما، الحقيقة استمتعت، بتمنى النجاح لهذه الفضائية إن شاء الله، بتمنى الدعم الكامل من مجتمعنا الأردني. الشركس أشقاء ولحمة وتماهي، واللي قدموه بجوز للأردن تحديدا، أنا بدي أحكي المنطقة العربية كلها، أنا بحكي هاي الوحدة الجغرافية، وأنا صغير بتذكره وجيلي واللي قبله بتذكر، ضحوا في سبيل هذا الوطن، فهم من النسيج الاجتماعي الملتصق بالأرض أكثر مني ومن بجوز ناس كتير، فيستحقوا منا الاحترام والتقدير على هاي القناة، وبتأمل إنها تكبر وتكبر وتكبر أكثر وأكثر. وإحنا بنشكرك باسم القناة الفضائية الشركسية وبرنامجنا تحديداً فيستوك. أنا شاكر جداً، وإلنا شرف كتير، وإن شاء الله يكون في إلنا لقاءات تانية معك، ويعطيك ألف عافية. وزي ما وعدناكم من فقراتنا في عنا فقرة مهنتي. مهنتي نزلنا لوسط البلد عند عمه أبو ساهر، عملنا معاه لقاء عند الكشك وعند بوسط البلد بوسط مكانه، كان لقاء كتير جميل، رح نشوفه مع بعض إحنا وياكم. أنا الشيخ هشام المعايطة، صاحب مكتبة خزانة الجاحظ. هاي المكتبة الأثرية القديمة نشأت مع نشأة الثورة العربية سنة 21، وتنقلت في الوطن العربي وأصبحت معلم من معالم مدينة عمان، في شارع بسمان، شارع الثقافة والمعرفة والقدم والعبق والتاريخ. احكي لنا أكثر عن تاريخها، عن وقت نشأتها، كيف تفاصيلها. مكتبة الجاحظ خزانة حديدية طول عمرها تتنقل من جدار إلى جدار داخل وسط مدينة عمان وضواحيها ومحافظاتها. من عيلة منين بلشتوا مثلا؟ نشأت بما يسمى صاع خليل الرحمن بال 1910، كان ما بين فلسطين والأردن هذا الصاع يتناقلوا العلماء
ويرفع فيه ذكر القراءة والكتاب العلماء الصوفيين الأوائل وكانوا أجدادي منهم. مع بداية ثورة العرب في القراءة والكتابة وثورة العرب في إنشاء الحكم الهاشمي في المنطقة نشأت خزانة الجاحظ تتنقل مع الملك فيصل، لأنه أبنائها كانوا من الرعين الأول اللي أسسوا الجيش العربي. من أي سنة تقريباً؟ نشأت بال21 وانتهى فيها المطاف باستشهاد جدي خليل بال47 وأصابت والدي بال48 في بيت المقدس في القدس على أسوار القدس، وانتقلت إلى عمان بال67 لما سقطت القدس، ولحد الآن إحنا استلمنا محل الوالد والأجداد، نبيع الكتاب ورسالة العلم والمعرفة والثقافة داخل البلد. عمي أبو ساهر، يعني هاي المكتبة أو الكشك صارت من المعالم الأثرية بالأردن. نعم. وهي مهنة متوارثة، أنت حبيتها لأنه أجدادك اشتغلوا فيها واستمريت، ولا لأنه أنت فعلاً عشقتها؟ لا، أنا عشقتها وعشقت الزراعة كأجدادي وتربية الخيل والأغنام، وما تركت الزراعة، فأنا مزارع زائد أبيع الكتاب. فوالدي إحنا ما شاء الله 7 إخوان، الله يخلي لك. 7، 4 منا بيحبوا هاي المهنة، و4 موظفين بالدولة، لما يخلصوا منها من الدولة بردوا بقيموا على صنعة أجدادهم. طيب عمي أبو ساهر، أولادك رح يكملوا مهنة أجدادك ومهنتك؟ والله في مقولة رحمة والدي مسجلة في أحد جرائد الدستور القديمة، بتأمل إنه يجي ناس يورثها من بعده طوعاً. فالعلم والمعرفة إن مكان طوعاً ما بنفع، فهواية القراءة وهواية المعرفة بالدراسة والتفكر، مش أي واحد بده يكون إنسان يشتغل في الكتاب قلبه واسع، لأنه الكتاب زبونه بيطول لما يجي. طيب عمي أبو ساهر، هلأ بتعرف إحنا صار عصر التكنولوجيا والإنترنت، وأي معلومة بدنا إياها منطلعها على الإنترنت. فكرك هذا قلل من مبيعات الكتب أو قلل من قيمة المادة الورقية؟ لا، كيف بتلاحظه؟ أنا بلاحظ المنظور أمامي على شاشة الفيسبوك والإنترنت إنه الكتاب زاد الرواج، زاد التبادل الفكري بين الناس، زاد الرواج الإعلامي للكتاب، زائد إن كان الكتاب مطبوع على الجريد أو على الحجر أو على الورق أو على الشاشات الكمبيوتر فهو مادة بالأصل ثابتة إن كانت على الحجر أو على الجريد أو على التجليد. فإذا ما في كتاب ما في إنترنت وما في معلومة، فالكتاب دائماً بظل مسطر العلم والمعرفة. يعطيك العافية يا عم أبو ساهر، ونتمنى يعني إنه هالمكتبة تكبر أكثر وأكثر، وبدل ما تصير كشك صغير وإحنا بدنا نحافظ على هالمعلم تصير عدة أكشاك. عم أبو ساهر، احكي لنا أكثر عن وسط البلد، كيف كانت زمان، كيف ناس زمان، كيف طيبتهم، كيف كانت المنطقة أنت فيها هلأ؟ أنت اللي سمعنا أنه كنتهم من وقت كتير قديم. طبعاً أنا ولدت في البلد، أنا ابن عمان. الحالة الاجتماعية الثقافية والمعرفية في وسط عمان كانت مدينة صغيرة، وما توقعنا أنها تكون كبيرة بهالحجم بخلال فترة بسيطة ما تعرض عليه المنطقة من ناحية هجرات من العراق وفلسطين ولبنان والمناطق العربية. نحكي عن قصتك. عمان نتكلم بالحالة كيف كانت بالثمانينات أو عمان تغيرت، ولكن تغيرها كان للأفضل إلها، لأنه دخل علينا ثقافات جديدة، حضارات جديدة، وطول عمرها عمان مجمع للعرب والعروبة والإسلام. عمان نشأت من جميع شتى المنابت والفصول. عمان تجد فيها كل الحضارات، كيف؟ الأرمني، الشركسي، الفلسطيني، السوري، اللبناني، ابن البلد. فإحنا عمان زغرف فسلائي جميل. كنا عن جغرافية المكان اللي أنت فيه، عن طيبة زمان عمان، كيف كانت الثقافة موجودة فيها، ودائما الأدباء والشعراء للأسف مضطهدين ووضعهم تعبان، ما لهم إعلام. عمان البسيط قاع المدينة،
كانت الناس على الفطرة، الناس تعرف بعض، البيع العيب موجود. حلو. بلد صغيرة، المدرسين صارمين في التعليم والتدريس، كل واحد بيعرف الثاني. ولكن كمان بالوقت الحديث احنا ما بنقول انه عمان كبرت كثير. شو تغير فيها بناسها، نفسياتهم، شخصياتهم، اتجاهاتهم؟ الطيب موجود يا ابوي، بلادنا هذا الطيب أكيد. في امتي الى يوم الدين هاي الامه فيها طيب راح يظل، وهي مجمع هاي البلد للامه العربيه والاسلاميه. فالكويس فيها ان دائما ناخذ افكار الكتاب اللي نشأوا مثل عبد الرحمن منيف، كاتب سعودي ولكن عاش بعمان وكتب عن عمان، مؤنس الرزاز مثلا، الكتاب القديمين شو كتبوا وشو أخذنا منهم عبر، وشو منبيع رواياتهم لما نوصف عمان بالأربعينات كيف بقت، كل شيء مدون. ولكن للأسف الشديد الإقبال على الكتاب، صف الكتاب غالي بالدولار مسعر، والدخل المواطن وارتفاع النفط في المنطقة وقلة الإغذاء والزراعة في المنطقة أثر على الدخل. أيوة أيوة. إحنا البيت صفت ما في عندنا، كانت الناس أول تسوي مونة، الناس تزرع، الناس تسوي سمن بلدي، فكانت الناس في عندها أمن غذائي. حلو حج. فهسع البيوت شوي صفت على المول، والمول كله بثمنه، الكتاب بالدولار مسعر. فحاولنا نسوي رسالة المكتبة، حتى هاي الشركه كان لهم فضل فيها بالسبعينات، اجوا على رحمه ابوي قال ما انت اقدم محل بعمان سوي لنا مكتب ببيادر وادي السير، اللي بادي وادي السير الاساس المدينه القديمه، وانشا فيها باب مكتب جميل جدا، وكانت مشرفه عليها بنت شركسيه، اذا شافتني تتذكر كلامي، لا اذكر اسمها لاني طفل ايامها، انا الشيخ مواليد السبعيني انا. ان شاء الله راح تشوفك. طول عمرك ويخليك. فأنا بقيت أجلس مع والدي، ووالدي ذكر لي عمان لأنه جدي كان أحد القادة مخبر المهاجرين لما أجوا المهاجرين الشركس. حلو. ومكتبة لها ارتباط وثيق في أهل عمان، للطبقة الفقيرة إحنا مكتبة الجاحظ، مكتبة اجتماعية تبيع الكتاب المستعمل وبتبيعيره في، أو بتبدل الكتاب مع أخي المواطن، أبدل معاه بفرق دينار. حلو. أو أعمل له المرجع لطالب المدرسة أو طالب الجامعة والماجستير، أعمل له الكتاب بدينار، إن كان مرجع مطبوع في أيام العثمانيين أو مطبوع في أيامنا الحديثة. فالمكتب الحمد لله موجودة فيها طبعات تعود إلى الزمن العثماني، واللغة الشركسية موجودة عندنا. تبيعها الكتب هاي؟ لا، كان عندي يعطوني مجموعة اسمها جمعية النوارس الشعرية بيت، بعدين ردوا أخذوه مني اللي هو بيت التلهوني رئيس الحكومة بوسط عمان. بعد ما خلوني أسوي المتحف وتعبت عليه، دلينا الشباب اللي سوينا لكل شهر كتاب، وصاروا يجتمعوا عندي 500 طالب وطالب ومنهم شباب من الشركس، إجوا أخذوا مني الموقع ورموني وقالوا لي ارجع على الجوفة، أحطهم بالمستودع ثاني مرة قبل يومين أنا رحلتهم. مع أن أولاد التلهوني رحبوا فيي، ولكن البيت مؤجر طلع. فهاي المكتبة لازم يكون إلها جاليري، لأنها بتعير الكتاب من بدء تأسيس المملكة للمواطن، وصار عندها مجموعة وزارة الثقافة والإعلام الأردني مش موجودة عندها، فلازم يسوون صالة نعرض فيها كتب التدريس من أيام الدولة العثمانية والمنهاج التربوي في مدينة عمان، مشان نقدر نوري الناس كيف كانوا يقروا ويتعلموا وكيف كانت المطبوعات. فإن شاء الله مع الزمن الجديد والشباب والتغيير كل شيء بصير. عمو بساهر، إيش رسالتك للشباب ناسنا؟ رسالتك اللي أنت حاب تحكيها للناس؟ والله رسالتي بمناسبة شهر رمضان الفضيل وإدراكه على الأمة بالخير والبركات، إنهم أبنائهم والأهالي والمجتمع الأردني إنه يحض أبنائه على القراءة، ومكتبة الجاحظ بتعير المواطن الكتاب اللي بده إياه يتدلل ويجينا، وإحنا أهلاً وسهلاً فيه، زائد إنه مكتبة الجاحظ بتبدل الكتاب مع المواطن وبتبيع الكتاب المستعمل، ما شاء الله في عنا دخل قردان أو قردان؟ قردان أبو حاج جاسم رحمه طول الله عمره،
أعطاني إياها أسويها سوق المتنبي في عمان. حلو. في سوق المتنبي في بغداد، وصار عندنا سوق المتنبي في عمان لأن المكتبة كانت أيام الملكية في بغداد. هاي المكتبة نشأت وانتقلت في عدة مواقع. الحج قاسم أعطانا فهاي الدخلة، تعا صوروها، لازم تصوروها لأنها بتتبع للشركس وعليها رقم السنة اللي بنت فيها المنطقة، مثبت على الحجر. شو بتحب تحكي عن الكشك تبعك أكثر، عن الناس أكثر؟ والله شو في ببالك إشي، حلم ببالك حاب تعمله؟ حلم إنه عمان تكبر أكثر ويصير عنا تبادل فكري، تبادل اجتماعي، ندور الحالات والجمعيات الأهلية، زائد الخير والبركة عمت. هاي شفنا فضائية لأهلنا بالشركة، وتعم لكل محافظة فضائية، ويصير هي تبادل بالفضائيات، هذا كله بعيد البركة والثقافة والمعرفة للمواطن إن كانت مرئية أو مقروءة. فهذا عصركم جميل ليالكم أنت. العمر كله عمو. الله يسلمك. إيش بتحب تحكي لفضائيتنا الشركسية؟ والله بحب إنه الشركس هم أهل عمان، فلازم يحافظوا على معالمها التاريخية ويكونوا نصيرين للبيئة وللزراعة لأنهم مزارعين. والحمد لله الشركس اهلنا هم اساس عمان يا ابوي، هم حجر الاساس. يا مرحبا لك. اصدقاء منهم لك؟ ناس تعرف ناس منهم؟ انا جداتي يا ابوي شركسيات، انا بقول لك من الثلاثين احنا في ارحام بيننا وبين الشركس لانهم اهلنا. يطول عمرك ابو ساهر. الله يسلمك. عمي ابو ساهر، هلا طب هذا المكان وهذا الكشك، ايش اكثر مشكله عم بتواجهك عشان نحافظ على هذا التراث؟ هذه المكتبه بالأصل إرادة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الأول، وأنا بعرف إنه لازم يحافظوا عليها. في مقولة للملك عبد الله: عار على راعي الحمى وهو قادر أن يضيع بالبيداء عقال بعيرة. فهاي المكتبة بدت مع بداية الثورة العربية محاربة من الأمانة والآثار، فأنا في الزمانات ما في سنة إلا أرخص متأخر، وكل مرة يطلع ويكشفوا علي وعلى خزائني. على إيش بيكشفوا عمي بالضبط؟ على إني مخالف الشبر أو فتر. لأنه عندك شيء برا محطوط يعني؟ ممكن من هالحكي، ولكن عمان طول عمرها بسطار. أنا بروج العلم والمعرفة، ورسالتي إني أعير الكتاب للمواطن. فيعطوني شكل نهائي إني أقدر أسوي نصب عليها، أنا ما بقول لا، نصب تذكاري لعمان ما بقول لا، ويستحق هذه المكتبة يكون عليها نصب تذكاري. هاي بسط المدينة في ساحة من ساحات عمان القديمة. ومن عمان القديمة فعلا هذا صار موقع من مواقع عمان اللي معلم ومن معالمها. نتمنى من وزارة الثقافة ومن أمانة عمان إعطاء الفرصة للعم أبو ساهر، لأنه هاي مش مجرد مهنة ولكن هي نشر فكر وعلم. نتمنى إنه تكون شوي أحن عليه بطريقة الترخيص والمعاملة، وإن شاء الله يا عمي أبو ساهر هذا الكشك يصير على مستوى وزارة الثقافة كاملة. وإحنا شاكرين لإلك، وباسمي وباسم زميلي وباسم القناة الفضائية الشركسية بنشكرك عم أبو ساهر. يا مرحبا بكم، شرفتونا يا أهل السرسك قولتنا الأردنية. حياك الله. الله يسلمك ويطول عمرك يا ابوي. حياك الله. عشتوا انتوا اهل عمان وانتوا رفعتوا الاذان في عمان يا بنتي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. اجرك الله. كلك فكر يا عمي. الله يطول بعمرك. الله يسلمك يا بنتي.
وزي ما وعدناكم رح يكون في عنا فقرة ببرنامجنا فيستوك، فقرة أنا بالنسبة لي كتير بحبها اسمها للنساء فقط. اليوم عنا بفقرتنا للنساء فقط السيدة الجميلة رويدة، رح نحكي معها هي أخصائية تجميل ومكياج، رح نسألها بعض الأسئلة أكيد الكل مهتم فيها والكل حاب يسمع عن المكياج الصبح والمساء وبالليل. يمكن الفقرة هاي مش هي اسمها للنساء فقط، بس ممكن الرجال يحضرونا أكثر من النساء. كيفك رويدة؟ أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلمي يا ربي، ورمضان كريم علينا وعليكم حبيبتي. تسلميني رويدة. أنا السؤال اللي حابة أدخل فيه بداية، هلا صار المكياج، أنا بتخيل من عمر 16 أو 17 سنة البنت بتفكر إنها لازم تحط مكياج. أكيد. بما أنك أنت أخصائية مكياج وتجميل، بدي أسألك سؤال، هل بيختلف مكياج الصبح عن مكياج بالليل؟ طبعا إشي أكيد إنه بيختلف، لكل وقت إله وقته. طبعا المكياج برضو العمر بيأثر على هالشغلات هاي. هلأ البنت اللي رايحة على جامعتها لازم تكون مكياجها خفيف، لازم تراعي العمر، الوضع اللي هي فيه، فالمكياج لازم يكون ألوانه خفيفة، لازم تحمي بشرتها، هو أهم إشي الحماية، لازم تحمي بشرتها، تحط واقي وهي طالعة، تنظيف البشرة كمان باستمرار الصبح والمساء بيعطي رونق للبشرة أكثر. طبعا كثرة المكياج بتخرب البشرة على بكير، وخاصة الصبايا الصغار ما بنصحهم إنهم يكتروا. طبعا بتنصحي رويدة من يعني لابد من المكياج، يعني كل البنات بيستنوا يكبروا مشان يبلشوا يحطوا مكياج؟ أكيد أكيد، يعني من أي عمر معقول لما يفوتوا الجامعة يبلشوا يحطوا؟ أهو الأفضل، فهذا دوام صباحي نقول، زل الدوام أو للطالبات الجامعة أو للي بدهم يروحوا على دوامهم. أكيد. هلأ طريقة المكياج الصبح أول ما يصحوا من النوم قبل ما يحطوا مكياج شو يعمل؟ هو أهم إشي التنظيف، يعني المفروض إنها غسل وجههم، يعني هو مش إنه الغسول بمعنى الغسول، يعني هلا الغسول مش بس صابون، هلا غسول وجه بمي وهيك واطلع؟ لا طبعا لا. اكيد النساء بتختلف في هذا الوضع، انه يعني في لوشن في تونيك، لازم تنظف مرتين الصبح والمساء، المفروض تستخدم لانها بتستخدم مكياجات، تستخدم سكراب مرتين في الاسبوع، تستخدم ماسك برضه مرتين بالاسبوع. طبعا برجع لعمرها وايش الماسكات، طبيعه البشره شو بتلعب دورها، عندك البشره الجافه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، البشره الحساسه. لما ندخل بهذا المواضيع طبعا بدنا يعني وقت طويل بهذا بشرحه. المهم اهم شيء انها تراعي هاي الامور، انها بخلال الاسبوع انها تنظف بشرتها مرتين وثلاثه. هلا اهم شيء كمان ولا ما اطول في حديثك، انه المفروض انها تحط الواقي خاصة لما بتطلع على الجامعة، لأنه يعني أنت عم تتعرضي للشمس أكثر من ما بدك تتعرضي له بالليل أو المساء، هذا مضر للبشرة. طبعاً أنا وياكي رويدة بدنا نبلش شوي بالزلام اليوم. أها تفضلي. بدنا نبلش جد أنا وياكي فيهم. أوكي. إيش رأيك هلا بالشاب أو الرجل أو الزلمة اللي يحط واقي كمان ولا؟ مش غلط، يعني هلا بهالايام هاي الشباب يعني مشان ما نسمر، الشباب هلا عم تعتني بشرتها اكثر من النساء. يعني عم بتلاحظي انهم صار في صالونات الرجال عندهم تنظيف البشره، يعني هذا الشيء ما كان من الاساس، كان زمان، هلا جديد عم تتطور الصالونات، يعني صارت برضه الرجال لازم يعمل تنظيف بشره. اكيد هو اكيد. طب كم مره بالاسبوع؟ لا هو انه من ناحيه انه كم مره، هو اهم شيء التنظيف المستمر. يعني حتى الشباب الصغار اللي هلا طالع جديد
الحبوب الزوان المفروض انه يراعي هاي الامور يعني باستخدام اللي هو المنظفات البيلينج اللي هو المقشرات او الغسول بمعنى العام. برويدة هذا المقشرات انا سمعت انه لانه مش بيقشر الجلد او الطبقه الاولى. احنا ما بنحكي احنا انا ما بحكي لك انا مش طبيبه انه احكي لك بهاي الامور. هلا التقشير العميق له دور ثاني بالضبط. هذا بدي اعرفه. هذا المقشرات بتكون عمليات خفيفه ممكن نتعامل مع المقشر باشياء طبيعيه اللي هي حبه البركه احنا كلنا بنعرفها. حبه البركه بنقشرها؟ لا بنطحنها. بنطحنها اصلا بنطحنها وبنخلطها مع عسل وبنعملها بحركات دائريه هي عباره عن سكراب. ممكن للبنات وللرجال بنفس الوقت. احنا بناكلها بنفس الوقت بنقشرها. يا حبه البركه بتطحن بتدقها وبتحطها بعسل. ايوه وبتدهن فيها وجهك. بتتركها. لا هي العمليه انها حلوه انك عم تكسبي عصفورين بحجر واحد اللي هي عم تعملي سكراب نفس الوقت تقدري تتركيه لمدة 5 دقائق لسبع دقائق بصير ماسك. فأنت عملتي عصفورين بحجر واحد عملتي سكراب عملتي ماسك. وإذا عملتي في البيت من البيت تعمل لها إشي لوجهها وصح لنا جوزها. بالضبط. هو على فكرة هو إنه إذا أكله كمان كتير منيح للدم وللحديد لنضارة البشرة. طبعا المي شرب المي كتير كمان المي كتير منيح. هلا هذا المي للبشرة حتى أنا مرات بقرأ إنه في كريمات بس مي. يعني بتعطي البشرة قلة السوائل بالبشرة هي اللي بسبب التجاعيد وبتخلي عمر البشرة تكبر قبل أوانها. كيف ممكن تستغلها أو تكبر عمر بشرتها؟ تشرب مي يعني ولا؟ لا هي الوقاية زي ما بيحكوا الوقاية خير من قنطار علاج. هلا احنا لما بقول لك انا عن التنظيف انه مرتين في اليوم صباحي ومسائي السكراب مرتين في الاسبوع انا ما بقول لك كل يوم تعمل السكراب. أيوة. مرتين في الاسبوع. شو السكراب اصلا اللي قلت لك اياه قبل شوي الاسكراب حتى بعيد بس هلا انا بنرد نذكره بالسكراب اكيد. طب والماسك ما سالتني شو هو الماسك؟ الماسك حفظته انه بحطه وجه على وجهه هو القناع طبعا بمعنى الكلمه. بس ممكن انه نستغل الفواكه الموجوده عندنا في البيت زي يعني هلا مثل الفراوله بموسمها مع الحليب كثير منيحه للبشره بتعطي نضاره للبشره. ممكن نستخدم اي فاكهه بموسمها موز الافوكادو اي فاكهه بموسمها موجوده عندك يعني الموز مثلا بقشرها ولا بلا قشرها ممكن انك تدهن وجهك فيها ممكن انك تهرسها مع حليب عشان تعطي جموده شوي صغيره وتحطها على البشره. طب بدي اسالك رويده حبيبتي يعني بشوي هيك لانك بروفيشنال متخصصه بهالشيء. هلا انا رايحه حفله ولابسه سهره ولابسه شيء كثير مزركش. هلا يعني ما بعرف من الاشياء الحلوه اني احط المكياج اللميع ولا احطه مات مطفي. ما هو هذا بيرجع لنوع البشرة. هلا عندك البشرة الدهنية المفروض انها تستخدم كريم اساس خالي من الزيت عشان ما تكون يعني الاضاءة بوجهها ما تبين مناطق الدهون بوجهها. يعني هلا بعد شي ربع ساعة نص ساعة بتلاقي انها مع العرق مع الانفعال تاعها مع الحركة حيطلع العرق حيبين الكريم الاساس بروح الفاونديشن بالضبط حيتغير منظر الوجه. فهي لازم اولا واخيرا تراعي كريم الاساس اللي بتستخدمه لبشرتها حسب نوع بشرتها حسب نوع. هاي اول شيء. ثاني شيء انه بدها تراعي شو لون الفستان شو الفستان اللابق لوجهها ولا شكلها المناسبة خاصة ولا رسمية بدها تراعي برضو هذه الشغلة. هلأ المكياج أنا ما بحكي لك حلو المكياج يكون لسهرة مع فستان السواري إنه يكون في إضاءة في مكياج. طب أنا لازم أروح على حفلة لازم يكون في مكياج بوجهي صح تروح تضوي مش بحدود طبعا. هلأ براعي من راعي إحنا البشرة عيونها لون البشرة برضه هذا يعني لازم نراعي. هلا مثلا حتى انا بلاحظ ما بعرف رفعت اذا انت بتنتبه لهالاشياء اللي اذا بتشوف وحده كل يوم زميلتك بالشغل او كل يوم تحط مكياج كل يوم كل يوم كل يوم شفتها يوم مو حاطه على المستوى كحله او مسكاره بتفكرها مريضه بعرفهاش او بتفكرها مريضه صح؟ بالضبط وهذا الغلط لانه استمراريه المكياج يعني انا لازم يعني احسس اللي حوالي دائما مش دائما انا فول ميك اب يوم بسيط يوم ناعم يوم اوكي يوم وقتي كثير احط قوي حسب المناسبه والوقت اللي انا موجوده فيه. بس المواد هاي ما بعرف يعني عم تقولي مواد تنظيف هيك ما فيها مواد مثلا كحوليه بتاثر على شكلها. هلا انا شو بدي احكي لك هلا كثير العلم تطور وعم نحاول انه احنا بمستحضرات التجميل نحاول ندور على الاشياء الخاليه من الكحول
بندور على الاشياء اللي ما بتاثر على البشر. طبيعيه. الطبيعيه ناتشرال اكثر. فانت انت وطبيعتك ايش بتلاقي؟ ايش يعني؟ انا ما بحكي لك ترجع لمستحضر معين، ما بمشي انا ما لمستحضر معين واحد، لا، ممكن مستحضر بسيط ولاقيني اكثر من مستحضر غالي ونوعيه قويه. يعني بعد عن الشغلات الكيماويه نقول بال بال هو اذا نصيح عم تنصحيهم نقول مثلا يبعدوا عن الموضوع. انا بنصحهم يعني انهم يدوروا على الطبيعي اكثر. بما انه زي ما ذكرتي انه في بنقدر نستخدم الماسك او الوجه مواد طبيعيه من الفواكه، فراوله، حليب، موز، معناته انه فينا نستخدم شيء طبيعي افضل 100% من شيء فيه كيميكال وفيه. بالضبط، لانه انت حتى لو بتلاحظي انت لما تروح تشتري مواد مثلا للبيلينج بتلاقيها مثلا موجوده بالبرتقال، بالافوكادو، بالهذا. طب احنا موجوده عندنا، لما تيجي تاخديها فريش وطبيعي وتعطيها للبشره حتكون الفيتامينات فيها مباشره. هلا لما تيجي تحكي للمستحضر هذا حيكون في مواد كيماويه حتى لو بنسب قليله. أيوة. حتى ان نعمل هذا المستحضر. طيب بدي اسالك يا رويدا، لما تيجيكي عروس بدها تتمكياج، انت بتاخذ رايك شو احلى علي، ولا هي بتقول لك بدي هيك؟ هلا في عندك انت، برجع لنوعيه الناس. هلا في عندك ناس بتحب تفرض شخصيتها وتفرض هي شو بدها. صح. بس انا ممكن بانه تنصحيها مثلا بخبرتي وانه بطريقتي السلسه، انه اقولها هذا مناسب هذا غير مناسب، وانه احكي لها انه انت لساكي حلوه، انه هذا اللون عليكي احلى مناسب عليكي. اذا هي يعني ركزت على الراي اللي بدها اياه حاعملها اياه، بس مش بالقوه اللي هي بدها اياه. طبعا بحاول انه اخفف. يعني عمرك مكياجتي ناس وكان انه مش مقتنعه انه المكياج لا بقلهم؟ طبعا لما تجيكي وحده تقول لك مثلا بدي شادو احمر، طب من وين في شادو احمر؟ ما فيش شادو احمر. يعني انا بكون لابسه فستان احمر واحط شادو احمر، طبعا مش شادو حلو. بحطوه هن الشادو طبعا فوق العين. فوق العين. طبعا فوق العين. هلا بدي اسالك الايلاينر شو؟ طبعا اكيد احمر هون وصل زلبت البوكس يعني. اكيد بالضبط. فهو بيرجع هلا انه ايش اللي بيناسبها. هلا تيجي هي تقول لي انا احط احمر، طبعا انا ما راح اكون مقتنعه داخليا باللي عم بعمل لها اياه، بس بدي اظهر انه ارضيها. طب كيف تختار اللون على عينيها مثلا، على فستانها؟ هلا اللون الفاتح طبعا بده الوان غامقه عشان يبرز جمالها. هلا اللون الغامق بده الوان فاتحه لانه الفستان يعني غامق. يعني مكياج البنت السمراء غير عن البنت طبعا البيضاء. طبعا اكيد. وعندك الوجه المدور، عندك العيون الوسيعه، عندك العيون الصغيره، عندك الجفن المبطن، كل شيء له دوره وله طريقته وله اسلوبه. طيب هلا انا دائما بيقولوا في مقوله انه السمر بيلبق لهم المكياج اكثر من البيض. لا طبعا غلط هذا الشيء. طبعا البيضاء في الوان كثير حلوه، الموف، عندك الالوان الاسود الغامق، الالوان يعني في الوان تلبق لها، مش انه نحكي انه هاي بيضة هاي سمراء هاي بلبق لها هاي ما بلبق لها. كل واحدة لها ستايلها وكل واحدة لها شكلها وكل واحدة لها مكياجها. على فكره بس طبيعه شغلك رويدة جد صعبه. طبعا لانه النساء بالذات صعب يقتنعوا براي حدا. اكيد. اخذنا معلومات كثير حلوه حبيبتي، تسلمي. بتمنى فقره للنساء فقط تكون دائما متجدده. اكيد لازم تكون اطول من هيك لانه في مواضيع كثيره ومتخصصه بصراحه فيها. يعني انا وانت انا وانت بتحكي توقعت رفعت يقول لك طب شو البيلينج؟ شو البيلينج صحيح؟ شو هو البيلينج؟ طبعا هو المقشر. لانه يعني جديد على المصطلحات. اليوم بس هو ما شاء الله بشرته صافيه وحلوه للمكياج. اذا بدك تعال نجرب. هذا من رمضان اخذك جارنتي يعني. حبيبه قلبي يعطيكي الف عافيه، شاكرين لك. شكرا. وان شاء الله بتكوني معنا بحلقات جاي من برنامجنا فيسشوك باسمي واسم زملائي بالفضائيه الشركسيه. بنشكرك مره ثانيه على كل قمتي فيه، بنشكرك انك كل يوم كنتي معنا. كل عام وانتم بخير وان شاء الله تشوفكم الايام الجايه. ان شاء الله. تشرفت معرفتكم، شكرا لكم كثير حبيبتي. اهلا. تقيم الجمعية الخيرية الشركسية المركز نشاطاً اجتماعياً رياضياً طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد صلاة التراويح مباشرة. وتتضمن النشاطات ما يلي:
جلسات عائلية، ملعب للأطفال، مسابقات مختلفة، بازار طيلة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى إقامة البطولات التنشيطية التالية: كرة الطائرة الشاطئية، شد الحبل، المكاسرة الشركسية. فعلى من يرغب باستئجار كشك الاتصال مع مدير الجمعية أو اللجنة الرياضية على الأرقام التالية: 0777767196، 582-5181. علما بأن عدد الأكشاك محدود. رجعنا فيستوك، في عنا فقرة حزيرة إحنا وين؟ رح نفرجيكم صورنا في منطقة بمناطق عمان، رح نشوفها مع بعض ورح نرجع نحذر إحنا وين. احنا وين؟ مسابقة
حزورة لطيفة لازم يحزروها. المكان عريق قديم، بس كيف بدهم يحزروا؟ أكيد لازم يحزروا ويبعثوا لنا مسجات، وكل ما زادت عدد المسجات بتزيد فرصة ربحهم، بتزيد فرصة، والجوائز قيمة قيمة. وإحنا بنستنى يبعثوا لنا مسجات مشان يفوزوا بفقرة إحنا وين، وكل أسبوع في جائزة لرابح واحد. فبعتوا لنا الفضائية الشركسية، وكل ما كترتوا مسجات أكثر بتزيد فرصكم بالربح أكثر. شو زينا؟ فيستوك، بنستنى مسجاتكم. للمشاركة في فقرة إحنا وين من برنامج فيستوك، أرسل رسالة قصيرة بالإجابة الصحيحة بالشكل التالي: جيم مسافة الإجابة إلى الأرقام التالية. كلما أرسلت أكثر ازدادت فرصك بالفوز. يجري السحب أسبوعيا. رمضان كريم. أعزائي المشاهدين، يسعدني أنه اليوم أختم معكم الحلقة الأولى من برنامج فيستوك، وأنتوا تكونوا مبسوطين، وأنا متأكدة أنه اليوم كانوا ضيوفنا رائعين، واللي شفناهم إحنا وياكم أضافوا علينا بعد الإفطار والوجبات الدسمة بأول يوم من رمضان، أضاف علينا نكهة لذيذة ذكركم عم تاكلوا قطايف. لا تنسوا موعدكم، موعدنا معكم الأسبوع الجاي بفيستوك. لا تنسوا كمان تبعتوا مسجات على المسابقة الحزيرة اللي هي إحنا وين، فقرة إحنا وين. كل ما تبعت مسجات أكثر أكيد بيكون فرصتك بالفوز أكثر، وعندنا أكيد جوائز قيمة إن شاء الله بتنال إعجابكم. ومنشوفكم إن شاء الله، بنشوفكم إن شاء الله بنفس الموعد الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي فيستوك. الزرافة طوله قدمان ويمكن أن يصل وزنه إلى 24 باوند.